كان حفلا شيقا لأن تعرفنا فيه على الروايات الست التي كانت في القائمة القصيرة، تعرفنا على الكتاب في بيئاتهم، تعرفنا على آرائهم في تجربتهم وفي تجربة الأدب عموما، وقربونا من عوالمهم ومن رواياتهم. وهذا الحفل أيضا كان تسود فيه روح أخوية واحتفائية، يعني جعلت الجميع يحتفون بالكتاب، وحتى الكاتب الفائز نفسه زهران القاسمي كان سعيدا بالتتويج، ولكن في نفس الوقت عبر عن اقتسامه لهذا التتويج مع زملائه الآخرين الموجودين في لائحة القصيرة. الرواية هي تتكلم عن قرية عمانية صغيرة تعتمد في الحياة أو حياتها اليومية على مياه الأفلاج، وفي هذه الرواية هناك شخصية تستطيع أن تسمع خرير الماء في باطن الأرض، تتدرج هذه الشخصية حتى يعني يحدث لها صيت كبير وتعرف بعد ذلك، ويستطيع أن ينقذ كثير من القرى التي المهددة بالموت والجفاف.